طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. صلى الله وملائكته عليه كما وحد ربه وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمته إنه هو العزيز الغفار. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المال بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومع دروسنا في شرح متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن لسليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، تكلمنا في شرح تحفة الأطفال لسليمان الجمزوري رحمه الله، تكلمنا في أحكام النون الساكنة، وتكلمنا في أحكام الميم، وتكلمنا في أحكام الغنة، وتكلمنا في أحكام اللامات. اليوم بإذن الله تعالى مع باب مهم جدا، ألا وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. معنى أولا المثلين. المثلين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، كالبائين في نحو كلمة اضرب بعصاك. كلمة اضرب بعصاك حرف الباء جاء بعده حرف إيه؟ الباء، فده اسم المثلين. والدالين نحو كلمة قد دخل. الدال جه بعد حرف الدال. حد يعرف يجيب لي مثال كمان حرفين زي بعض كده ورا بعض؟ اضرب بعصاك وقد دخلوا. حد يعرف يجيب لي حرفين كمان؟ مفيش حد معانا ولا ايه؟ طيب الله المستعان. طيب اذا هو الحرفان الذين اتحدا مخرجا وصفة كالبائين في كلمة اضرب بعصاك، والدليل نحو كلمة قد دخلوا. ممكن مثلا كلمة لهم من، لهم اخرها مين، ومن بدايتها مين، لهم من، من نبأ، من نبأ، نون دي بعدها نون كده يعني، فده اسمه المثلين. طيب أنواعه ثلاثة: مثلين صغير وكبير ومطلق، من نبأ تمام، صغير وكبير ومطلق، من نعمة تمام، ما شاء الله جميل، ما شاء الله قيمة كبيرة. طيب أولا المثلين الصغير، وفيه يأتي الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. الفرق بين المثلين الصغير والمثلين الكبير أن الصغير بيكون الأول ساكن والثاني متحرك، الكبير بيكون الاثنين متحركين. طيب هنا وفيه يأتي الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. هنفصل دلوقتي. وفيه يأتي الحرف الأول ساكنا والثاني متحرك، وحكمه الإدغام وجوبا، زي كلمة اضرب بعصاك تقرأ كده اضرب بعصاك، فبدخل الباء في الباء وشدد الباء تقول كده اضرب بعصاك. كلمة قد دخل تقرأ كده، نعم بالتشديد، قد دخلوا، قد دخلوا. ويستثنى من ذلك حالتان، في حالتين عند حفص مستثنيان. الأولى أن يكون الحرف الأول حرف مد، زي كلمة قالوا وهم، قالوا وهم، لازم أبين حرف المد، مش عارف اسمها قالوا وهم، هتقرأ كده قالوا وهم. والثانية الذي يميتني، الذي يميتني، لازم أبين المد، فلا بد من الاتيان بالمد، ويسمى بمد التمكين، اي بتمكين المدي ويمد حرفين. مفهومه دي؟ هل حتى الان مفهوم؟ ثاني المثلين هما الحرفان اللذان
اتفق في المخرج والصفة، زي الميم مع الميم، الباء مع الباء، النون مع النون، الدال مع الدال، التاء مع التاء، وهكذا. دول لما يكون الأول ساكن والثاني متحرك يجب الإدغام، زي كلمة اضرب بعصاك، وكلمة قد دخلوا، كلمة من نعمة، من نبأ، ماشي. ويستثنى منها حاجتين: الحاجة الأولى لما يكون الأولاني حرف مد، زي كلمة قالوا وهم، أو الذي يميتني، لازم أبين المد الأول بتاع كلمة الذي أو قالوا. طيب الحالة الثانية أن يكون الحرف الأول هاء، يقف على بالسكت، وهي واحدة بس في حفص، كلمة مالية هلك، الوحيدة في حفص، تقرأ كده: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فنظهر الهاء الأولى بالسكت. أما لو بقرأ مثلا لوار في قالون أو غيره من القراءات، تقرأ كده: ما أغنى عني ماليه، هلك عني القانية. فبأتي بالإدغام بتسديد الهاء. وسمي هذا النوع صغيرا لقلة العمل فيه، فإن فيه عملا واحدا هو الإدغام. يبقى إذا لو كان الحرف الأولاني ساكن، إذا كان الحرف الأولاني ساكن والثاني متحرك هو نفس الحرف، يجب الإدغام، يسمى إدغام صغير، لأن الأول ساكن والثاني متحرك. إيه اللي ثاني؟ إيه ثاني؟ الهاء. الهاء قلنا عند حفص، عند حفص مش طبيعي وجوب السكت، عند السكت في كلمة مالية، تقع كده: لا أغنى عني مالية، هلك عن ملطانية. أما عند باقي القراءات زي ورش وقارون وغيره، فوجوب الإضغام، تقرأ كده: مالية هلك، بتجديد الهاء، مالية هلك، مالية هلك. تمام؟ مفهومة؟ الإضغام الكبير أو المثال الكبير يعني، وهو أن يكون، وهو أن يكون الحرفان متحركين في الإظهار وجوبا. عند حفص له الإظهار بس. اللي ليه الإدغام الكبير رواية السوسي عن أبي عمرو، له الإدغام، تقرأ كده عند السوسي، تقرأ كده: في هدى للمتقين. أما عند حفص لا، وجوب الإظهار، تقرأ فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى. طيب، حكم الإظهار وجوبا، وسمي كبيرا لكثرة العمل فيه، وهل بيظهر أو الفرق بين الإدغام بمعنى؟ يعني إيه هل بيظهر الفرق بين الإدغام؟ لا، هو مسمى، مسمى فقط. أن الصغير معناه الأول بيكون ساكن والثاني متحرك، أن الكبير معناه الاثنين متحركين، ده بس كتسمية. ده عند حفص أو عند وجه قراءة، إما في قراءة السوسي لا، عنده حاجة تانية، عنده الإدغام الكبير له لقواعد. أما عند حفص مثلا وورش وقالون وكده، متفقين في نفس المسألة، مفهومة؟ وسمي كبيرا لكثرة العمل فيه حال الإدغام، لأنه يتم التسكين ثم الإدغام. ليه؟ لأن عند السوسي زي ما قلت من شوية، أن السوسي بيقرأها بالإدغام كده، وهنسمعكم إن شاء الله كمان شوية تلاوة بالسوسي، تلاوة جميلة جدا إن شاء الله. هنا تقرأ إزاي؟ يقرأها كده: فيه هدى، فيه هدى، ماشي. ليه؟ هي أصلا أصلها فيه هدى، الهاء مكسورة وبعدين الهاء التانية مضمومة، هاء بعدها هاء، يبقى اسمه مثلين. إمتى يكون صغير؟ إمتى يكون مثل صغير؟ متى يكون مثل صغير؟ لما يكون الأول ساكن والثاني متحرك. متى يكون كبير؟ متى يكون كبير؟ لما يكون الحرفان متحركين. تمام، إن شاء الله، جميل. طيب، نشوف بعدها: ويستثنى من هذا الحكم مواضع نادرة لحفص، مثل تأمنا، تمكنني، أصلها تأمننا، تمكنني. عند حفص وجوب الإضغام. قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف، وهنا يقول إيه؟ ما مكنني بالإضغام. طيب، شوف اللي بعدها: المطلق. المطلق معناه وفيه يأتي الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. يبقى إذا المطلق بيكون بقى العكس، لو قلنا المثلين بيكون إيه؟ الصغير بيكون الأول ساكن والثاني متحرك، الكبير بيكون الاثنين متحركين، المطلق بيكون الأول متحرك والثاني ساكن. خلاص، يبقى المطلق الأول بيكون متحرك والثاني ساكن، ده كلمة نسخ وشفقنا، وحكمه الإظهار، ويسمى مطلق لعدد تقييده صغير أو كبير. خلاص، دي مفهومة؟ فإذا تاني، أنا عندي المثلين ثلاث أنواع.
فعلتين صغير وكبير ومطلق. الصغير بيكون الأول ساكن والثاني متحرك، الكبير بيكون الاثنين متحركين، المطلق بيكون الأول متحرك والثاني ساكن بحكم الإظهار عند حفص، مفيش إظهار فيه. طيب نشوف اللي بعده. ثانيا المتقاربين، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفا، تقاربا مخرجا وصفا كاللام وغاء، أو مخرجة اللمس أو مخرجة اللمس كالدليل السين أو صفة اللام وحرف السين والصين. وله أنواع ثلاثة، الصغير والكبير والمتقارب. هنفهم دلوقتي يعني إيه؟ أنواع متقاربين، الصغير أنواع متقاربين. المتقاربين دول بيكون الحرفين متقاربين في المخرج. المتقاربين معناه الاثنين يكونوا إيه؟ متقاربين في المخرج. زي إيه؟ اللام والراء. اللام والراء متقاربين في المخرج. ماشي. الأر الأر والدال والسين الاثنين متقاربين في الإيه؟ الاثنين متقاربين في المخرج. طيب بيقول لك الصغير نحو كلمة قد سمع وحكمه الإظهار. الأولاني بيكون إيه حكمه الإظهار إلا في المواضع المحددة، زي كلمة قل ربي وبل ربكم. قل ربي أسلوب الإظهار فيها تقرا كده، قل ربي بل ربكم بل ربكم بل ربكم بالإدغام، ويسمى إدغام متقاربين. الكبير نحو كلمة عاد لا سيني عاد لا، الدال جمع حرف السين وحكمه الإظهار عاد لا سيني. المطلق نحو كلمة عليك عليك، نفس القصة. الصغير معناه الأول بيكون ساكن، يعني اللام والراء والسين هي دي أحرف متقاربين. لا مش دول بس، دي أمثلة. تقف الكهف مثلا دي كلمة خلقكم، خلق كل كده يعني خلقكم، ألم نخلقكم كده، ده مش واحدة هي مثلا. المتقاربين معناه ما تقارب مخرجا واختلف صفة، تقاربوا في المخرج وإيه مختلف في الصفة، زي قف الكاف زي اللام والراء زي الدال والسين زي الياء والكاف كده يعني، مفهومة؟ واللام والراء وراء واللام، تمام. طيب الكبير قلنا الصغير معناه إيه؟ يكون الأول ساكن والثاني متحرك، والكبير الكبير معناه إيه؟ يلا يا جماعة الاثنين متحركين. والمطلق المطلق بيكون الأول متحرك والثاني ساكن، متحرك وساكن، نعم تمام. خلاص طيب أنا عندي هنا إذا عند حفص لما يكون الأول ساكن والثاني متحرك زي كلمة قل ربي بل ربكم وجوب الإضغام، الكبير حكمه الإظهار والمطلق حكمه الإظهار. طيب نشوف اللي بعده. ثالثا المتجانسين، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. اتحدا في المخرج من نفس المخرج ولكن اختلفوا في الصفات، زي ايه؟ الطاء والتاء، الدال والظاء وغيرهم. طب نشوف. اولا المتجانسين الصغير وحكمه الاظهار عامة الا في سبعة احوال في القرآن هتضغم، زي التاء والطاء. قوله تعالى قال الطاء والدم، تمام. دي التاء اذا جاء بعدها حرف الطاء ايه وجوب الابهام، تقرا كده قال الطائفه هم الطائفه. طيب الطاء اذا جاء بعدها حرف التاء ادغام ناقص وتقراها كده باسا تاء باسا تاء، ببدا بالطاء والتاء بتاء، تقرا كده لئن باسا تاء باسا تاء، الطاء مع التاء الطاء مع التاء كده فرط فرط، الطاء مع التاء نفس القصه قال احط احط. طيب الذال في الظاء تقرا كده ولو انهم اذ ظلموا اذ ظلموا بالاضغام. طيب الثاء في الذال في سوره الاعراف فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك، تقرأ كده يلهث ذلك يلهث ذلك، عند قارون وورش له الوجهين يلهث ذلك يلهث ذلك، أو عنده الإدغام يلهث ذلك. الباء مع الميم يا بني اركم معنا، تقرأ كده يا بني اركم معنا يا بني اركم اركم معنا. الدال مع التاء تقرأ كده قد تبين في التاء، التاء في الدال فلما أثقل الدعوة أثقل الدعوة، ده اسمه إدغام متجانسين صغير. ليه صغير؟
ليه متجانسين صغير؟ لأن الأول متحرك والثاني ساكن. قولها كده، الأول متحرك والثاني ساكن. الإدغام، ربنا يبارك لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى فيها الإدغام، فيه الإدغام. طيب نشوف اللي بعده. فهم الدين، ما دخل الأول في الثاني، التاء في الطاء، تقرأ كده. قال الطا ود الطا هم الطا إذ ظلموا، كان يبلغ الأول خالص ويشدد الثاني. أثقل الدعوة قد تبين، إلا كلمة اركب معنا، اركب معنا دي تقرأ كده. يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. فأنهي يعني بنلغي الثاني، بنلغي الأول، نلغي الأول وندغم الثاني في الثاني. لا تمام، إلا في الكلمات اللي هي الطاء مع التاء، في كلمة بسطت وفرطت وأحط تقرأ بالإيه؟ بإدغام ناقص، مبدأ بطاء وانتهي التاء. إزاي؟ قال أحط أحط أو فرطت لئن بسطت، مبدأ بطاء وانتهي التاء. هل هذا مفهوم؟ هل هذا مفهوم؟ تمام، ربنا يبارك. أنا يعني كده الحمد لله مفهوم. طيب نشوف اللي بعده. المتجانسين، المتجانسين برضه في منه، في منه الكبير، لكن بما حكمه الإظهار. زي بما، الباء مكسورة والميم مفتوحة. بما المطلق زي كلمة مبعوثون، الأول ساكن والثاني بعده متحرك اللي هو حرف الميم، يعني الميم مفتوحة وبعدين بعدها حرف الباء ساكن. ها، وحكمه الإيه؟ الإظهار عند حفص. ماشي خلاص، دي مفهوم كده متجانسين. طيب نشوف يبقى إذا الفرق بين، الفرق بين بقى المتقاربين المتجانسين، أن المتقاربين، أن المتقاربين ما تقاربا في المخرج واختلفا صفة، أو تقاربا في الصفات واختلفا في المخرج. أما المتجانسين ما اتحدا مخرجا واتفقا صفة من نفس المخرج ولكن مختلفين في الصفات. طيب المتباعدين وهما الحرفان اللذان اختلفا مخرجا وصفة، وحكم الإظهار لأنواعه الثلاثة. أي بقى في القرآن كله خلاص، ده اسمه المتباعدين وحكم الإظهار عند حفص. طيب شوف الملخص. اتفق العلماء على وجوب الإدغام في الحرفين المتماثلين والمتجانسين، واتفقوا على وجوب الإظهار في الحرفين المتباعدين، واختلفوا في وجوب الإدغام في الحرفين المتقاربين. إذا التقى حرفان متماثلان أو متجانسان والأول ساكن وجب الإدغام. دي مفهومة؟ تاني، اتفق العلماء على وجوب الإدغام في الحرفين المتماثلين ومتجانسين، واتفقوا في وجوب الإظهار في المتباعدين، واختلفوا في وجوب الإدغام في الحرفين المتقاربين. طيب بعدها، إذا التقى، حاضر ثاني، إذا التقى حرفان متماثلان أو متجانسان والأول ساكن وجب الإدغام. طيب إيه السؤال؟ اتفضلي، إيه السؤال؟ الإدغام، أيوه. لا مش بنخفي الأول، إحنا بندخل الأول في الثاني ونشدد الثاني، ندخل الأول في الثاني مع تشديد الحرف الثاني. أيوه، إيه بقى؟ في حالة الطاء والتاء، أيوه، في حالة الطاء والتاء. طيب، أنا عندي هنا حرف الطاء حرف مفخم، وحرف التاء حرف مرقق، تمام؟ ماشي، حرف الطاء حرف مفخم، حرف التاء حرف مرقق. صعب جدا إني أبدأ أجيب من مفخم لمرقق، فبجيب صفة الطاء اللي هي التفخيم، بجيب صفة الطاء التفخيم، وبعدين أجيب صفة التاء، ماشي؟ ده العكس. عكس ايه بقى؟ لما تبقى كلمة إذ ظلموا، إذ الأولاني مرقق بعده حرف الظاء المفخم، إذ ظلموا، إذ ظلموا، فالتانية المرقق ممكن يدخل في مفخم عادي يبقى حرف واحد، كأنه لأنه التاني واسع، فتقرأ إذ ظلموا. أما عندي الطاء مدخله في التاء لأنه مفخم مع مرقق، أيوه نعم، يعني استثناء الحالة دي فقط، نعم، لأن الأولاني مفخم والثاني مرقق، فببدأ بصفة الطاء وبنتهي بحرف التاء، بجيب التفخيم وبعدين أجيب التوقيف. قال أحط أحط أوكي. طيب نسمع الأبيات. سليمان الجمزوري رحمه الله. في حد عنده سؤال في القلنا ده؟ في حد عنده سؤال؟ في أي سؤال؟ اللهم آمين. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. طيب يقول اسمعها في أربع وعشرات أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سميها قمرية،
ولا ما لخرى سميها شمسية. هذا الصوت تحفة. وأظهرنا لا ما فعل مطلقا في نحوي قلنا عم وقلنا. صوت واضح. طيب بسمع. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلافا يلقبا. متقاربين أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام هل اتفهم؟ فهم يعني إيه كل سماع الأبيات من شيخ؟ طيب أمثلة وتدريبات. ضع يلا عشان نشوف هنا نسأل الناس. ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب العبارات الخاطئة. واحد تضغم الباء في الميم إضغاما كاملا بغير غنة. تضغم الباء في الميم إضغاما كاملا بغير غنة. صح ولا غلط؟ تضغم الباء في الميم إضغام كامل بغير غنة. الباء ها حد يعرف صح ولا غلط؟ الباء في الميم الأول هو حرف الباء جاء بعده حرف الميم. تضغم الباء في الميم إضغاما كاملا بغير غنة. غلط. تمام إن شاء الله. أمال إيه؟ طب ده حكم الأول. وفي مثال؟ في مثال عليها؟ حد يعرف؟ كلمة بما. كلمة بما الباء مكسورة بعد حرف الميم. الاثنين متحركين يبقى اسمه إيه؟ ده مثلين متقاربين متجانسين. ده مثلين فين ده؟ فين المثلين؟ دي باء ومين؟ باء ومين؟ ها الباء والميم من نفس المخرج ولا بعاد عن المخرج ولا متقاربين ولا متجانسين؟ ها متفقين في المخرج الباء والميم من نفس المخرج؟ يبقى إذا لو اتفقوا في المخرج واختلفوا في الصفة يبقى اسمه متجانسين. تمام. طيب من أمثلة المثلين الصغير ثم التقوى أحسنوا إظهار. تمام. ثم التقوى أحسنوا تنفع تبقى مثلين صغير؟ ها صح ولا غلط؟ أيوه نعمل إدغام في الواو. مثلين صغير. تمام إن شاء الله. تقرأ كده ثم التقوى أحسن وهو واحدة مع تشديد. بنقسم الإدغام إلى صغير وكبير صح ولا غلط؟ تمام ربنا يبارك فيك. يعني كده هو مطلق. جميل ما شاء الله كده صح. يبقى هو صغير وكبير ومطلق. يبقى ده صح ولا غلط؟ يبقى خطأ. لا هو صغير وكبير ومطلق. طبعا إن هو طبعا الإدغام كاسم إدغام كاسم الإدغام هو صغير وكبير صحيح. المطلق هو نوع من أنواع المثلين مش نوع من أنواع الإدغام. تمام ربنا يبارك فيك. طيب احنا يكفيكم كده اليوم ولا ايش؟ يكفيكم كده اليوم ولا عايزين تاخدوا حاجه كمان؟ اراجع. ما انا خلاص حليناها بقى. اراجع ايه؟ اراجع على كل حاجه. كل الحاجات مسجله الحمد لله. طيب انا هنشغل لكم تلاوه. هنشغل لكم تلاوه. لا احنا ممكن انا بس هتسمعوا تلاوه وبعد التلاوه بعد التلاوة اللي عايز يسأل سؤال وأجاوب عليه مش مشكلة. سؤال عام براحتكم. أي سؤال إن شاء الله أجيب عليه إن شاء الله بأي شيء إن شاء الله. نستمع لهذه التلاوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. عايز يسأل سؤال يعني. على طيب اللي عايز يسأل سؤال الآن قبل ما نشغل التلاوة دي أحكام الميم. طيب سهل. أحكام الميم الساكنة ثلاثة. أحكام الميم الساكنة ثلاثة. الميم لها ثلاث أحكام. إذا جاء بعدها حرف الباء فهو إخفاء. لا هو مش دول بس. هو الإدغام أنواع. هو الإدغام العام ده اسم الإدغام العام. الإدغام في رملون ده إدغام بتاع نون الساكنة والتنوين بتاع رملون. أما الإدغام العام زي ما إحنا قلناه بقى بأنواع من ثلاثة متقاربين متجانسين ومثلين. ربنا يبارك فيك. كان الميم الساكنة الميم إذا جاء بعدها حرف الباء يسمى إخفاء. إذا جاء بعدها حرف الميم يسمى مثلين. إذا جاء بعدها باقي الحروف فهو إظهار. مثال كلمة لهم من الميم مع الباء زي كلمة هم به. وأما بقى باقي الحروف فهو إظهار.
طيب في حد عنده سؤال ثاني؟ طيب نستمع للتلاوة. هذه التلاوة برواية السوسي، رواية السوسي عن أبي عمرو البصري، رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. يا ريت نستمع للتلاوة، هي تلاوة جميلة جدا وممتعة يعني. ماشي، مستعدين؟ نستمع لهذه التلاوة. طيب بسم الله. هذا تسمع هذه سبيلي أدعو إلى الله على التلاوة شغالة؟ ها الصوت مسموع؟ صوت التلاوة ها؟ صوت التلاوة كان مسموع؟ صوت التلاوة. طيب وسبحان ركزوا على التلاوة. الله وما أنا من المشركين. مبدئيا مبدئيا السوسي السوسي عن أبي عمرو هي رواية عن أبي عمرو البصري، له قاعدة مهمة جدا عنده اسمه الإدغام الكبير. الإدغام الكبير، الإدغام الكبير معناه إن يكون الأول متحرك، الأول الاثنين متحركين، وبعدين يقوم بتسكين الأول. بمعنى كلمة مثلا فيه هدى، فيه هدى، الهاء عليها إيه؟ لو أقول كلمة فيه هدى الهاء عليها إيه؟ كسرة، وهدى عليها ضمة. يروح السيسي يعمل إيه؟ يسكن الهاء، يقولها كده فيه، فالهاء لما تيجي بعدها حرف الهاء التانية يبقى فيها إدغام، يقولها كده فيه هدى، يقولها كده فيه هدى بالإدغام الكبير. اتفهمت؟ ديت رواية السوسي. نسمع كده لأنها تلاوة غريبة، يعني ممكن يكون ناس كتير ما يسمعوش هذه، ما سمعوهاش قبل كده هذه التلاوة، أو ما سمعوش هذه القراءة، فتسمعوها. وهي قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها وكان يقرأ بها الصحابة. هو عنده كبير، هو أصلا لأن الكبير عمل إيه؟ هو اسمه كبير ليه؟ لأنه هو كانت أصل الكلمة متحرك، لا وأصل الكلمة إن الهاء متحركة، فهو نقلها من التحريك للتسكين، فعمل كده ايه عملين فيها، فبقى اسمه كبير. ماشي، طب نسمع كده، نسمع التلاوة والتعليق بقى في الآخر. نعم، سكن الأول حركة الثانية. نستمع إن شاء الله برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافي يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكان
قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريكم في التلاوة هي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري الله المستعان. رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إن شاء الله القراءات دي حاجة جميلة إن شاء الله. طيب كان في حد بيقول هنا يا المصحف مصحف إلكتروني بهذه التلاوة يعني في مصحف تسجيل للشيخ عبد الرشيد الصوفي مسجل السوسي يعني. لا هو مسجله ومسجل صوت وفي مصحف طبعا مصحف دار الصحابة مشهور على النت بالقراءات العشر موجود يعني. لكن طبعا القراءات لازم لها شيخ ومعلم ولازم تقرا على احد المشايخ وكده. طيب نشوف هنا هل استطيع ان اجد مصحف خاص بهذه الروايه؟ نعم زي ما قلت من شويه موجود بس لو حضرتك هتقرا بيها لابد ان تتعلم. نعم صحيح موجود لو تسجيل للشيخ عبد الرحيم الصوفي تسجيل كامل ليه وفي مصحف بي دي اف مصحف دار الصحابه للقراءات العشر مش الطبيعه والطيبه مش الطبيعه والدره او مصحف قراءات العشر مصحف دار الصحابة مشهور على نت كده مصحف دار الصحابة. طيب نعم ربما سأجد دروسا لتعلم أحكام هنا مصحف دار الصحابة. نعم مصحف قراءات العشر. طيب هنا الحمد لله أتقن بعض الروايات الآن وهذه الرواية ربما أحكامها قليلة ليست من طورش عن نافع من طرق الأزرق هي صحيح ليست طورش يعني ولكنها هي صعبة محتاجة تركيز رواية أبو عمرو ورواية طرش أيضا تحتاج إلى تركيز كل الطرق يعني. الله المستعان. طيب في حد عنده سؤال؟ موجود هو منتشر يعني هم يعني. حد فيكم عنده سؤال؟ طيب اصح قراءه يا ريت والله لو ينفع يلا لو في حد عايز يقرا ماشي لو في حد عايز يقرا ماشي اللي عايز يقرا اقرا ممكن يقرا الفاتحه اللي عايز يقرا يصحح له التلاوه ممكن يصحح له الفاتحه اللي عايز يقرا او يصحح شيء ممكن يصحح الفاتحه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يعني في حد عايز يقرا اليوم ولا ايش؟ كان الوقت يعني ذكر صحي شيء ولا الله المستعان لا في مشكلة إن شاء الله ماشي ماشي ممكن في نهاية كل مرة لقاء مفتوح اللي عايز يسمع اللي عايز يسمع اللي عايز يقرأ يوم الاثنين إن شاء الله يوم الاثنين الساعة في نفس الموعد اليوم إن شاء الله 7:15 توقيت القاهرة إن شاء الله. طيب أي شيء مني هدي كل أسبوع مرة إن شاء الله حسب الوقت والله ما في وقت ما في وقت خالص الله المستعان قلنا بس كده بصراحة حاجة ربنا يبارك فيك. ها حد عنده سؤال؟ حد يريد شيء مني؟ أي شيء؟ ربنا يبارك فيك. اللهم آمين يا رب اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.